طبعا تقرب عليه. طبعا مثل ما قلت لكم الغرقان شو يسوي دائما الغرقان؟ هيك يسوي. فالغرقان هو اللي يغرق نفسه، هو اللي يغرق نفسه، بينما انت ترياق الغرق يعني بهذا التمرين لا تطلع ايدك برا المي، وراسك وين؟ راسك فوق. هسه انا باح ما راح احرك كل شيء، مجرد راسي فوق بس اكون في حاله سكون باوع بدون ما احرك كل شيء. اذا وياها حركه بسيطه حتى لو تحرك قوي ها هي فقط كل بساطة، إذا سويت هاي الحركة ممكن تنقذ حياتك، ممكن تأجل يعني شيء لا سمح الله الله كاتبه عليك اللي هو الموت. الموت حق علينا كليتنا، بس أكو شغلات تنقذ حياتك يعني. فأتمنى أنه تكون أفاديت بهذا الفيديو، وأنا ما راح أذكر اسمي ولا راح أذكر المكان اللي بيه حتى لا أحد يقول هذا دعاية أو شيء. الله شاهد هذا الفيديو هو للثواب والأجر، ادعوا لي به واقروا الفاتحة على شهداء العبارة. شكرا جزيلا.